اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه مع بعضينا. النهارده هنقدم لكم رف مع درج، بس شكلهم تحفه وعاملين منظر شيك قوي في المكان. خشب ابيض مع خشب مهوجني، والخشب متعشق في بعضه بطريقه تلفت الانظار وتعمل جو من الاناقه والجمال في البيت. لو عجبكم الرف مع الدرج ما تنسوش الاشتراك في القناه عشان نقدر نقدم لكم دايما اجدد واجمل الافكار. هنشوف مع بعضينا ازاي هنعمل الرف مع الدرج. يلا بينا نبدا مع بعضينا. عشان نعمل رف سمكه على الاقل 22 سنتي هنحتاج نجمع كذا قطعه خشب جنب بعض. انا هنا لقيت عندي خشبه طولها 398 سنتي 4 متر تقريبا وسمكها 2 سنتي. زي ما انتم شايفين فيها كام عيب زي كده، هنشوف هنعالجها ازاي. هنعلم بقى عند 150 سنتي ونقص حتتين. كده بقى عندنا حتتين مقاس 150 سنتي والحته اللي فاضله مقاس 98 سنتي تقريبا، وهنقسمها بالنص عشان نكمل سمك الرف. سمك الاثنين دول حوالي 18 سنتي ونص، واحنا عايزين الرف يكون حوالي 22 سنتي. هنقص القطعة دي 4 سنتي و 4 سنتي. نبدأ بقى نلزق القطعتين الكبار في بعض. ونلزق فيهم بقى الحتة الـ 4 سنتي جنب بعض. وادي الرف بعد ما اتلزق واتمسك كويس، هنسيبه ينشف طول الليل. طبعا هنستعمل الفارة بعد كده عشان نسوي الحروف اللي بين كل لزقة قطعة والتانية. زي ما انتم شايفين تقريبا اللزق مكانه اختفى وما بقاش باين، يعني بقى ميه واحده. نيجي بقى للصنفره. دي ماسوره انا عاملها كده عشان تتركب في الشنيور، هتساوي الخشب وتنعمه. بتطلع كميه من شرد الخشب الناعمه، هنشيل منها شويه كده نستعملهم بعدين، بس بتخلي السطح كله سوا واحد. وبعد كده بقى شويه صنفره ناعمه. نيجي بقى للخرام اللي في الخشب. هنستعمل البودرة اللي طلعت من الصنفرة مع شوية غرز خشب نعمل بيها عجينة نسد الفتحات، نسيبها تنشف. بعد كده بنستعمل صنفرة ونعمل الأجزاء دي بتختفي خالص. نيجي بقى نقص اجزاء الرف. اول قطعه بطول 16 سنتي هنحتاج نقص قطعتين كمان بنفس المقاس 16 سنتي. باقي اطوال الرف بقى هتلاقوها في شرح الفيديو. هنبدا بقى نصمم طريقه العاشق والمعشوق اللي كلنا عارفينها. طبعا اسهل طريقه للعاشق والمعشوق ان العدد يكون زوجي بالطريقه دي. كده لو عكستها هتدخل برضو في الخشبة اللي قصادها، يعني كده بقلل احتمالات الخطأ. هنقص الأول الثلاث أجناب الصغيرة، بعد كده نظبط عليهم القطعتين الكبار.
الحقيقة إن من أغلس المشاكل اللي بتقابلني لما يكون في فرق بسيط بين الجزئين اللي بيعشقوا في بعض، وعلاجها بيكون بالمبرد أو الصنفرة. عشان كده عملت طريقة سهلة بالمنشار الترددي، قطعة خشب أو ستيك ونلزق فيها سلاح منشار قديم وبعدين نلزق فيها قطعة صنفرة، بتكون النتيجة بالشكل ده. نركبها في المنشار وننعم بقى الأجزاء اللي عايزين نقلل سمكها. هتركب بقى معانا القطعة اللي كان فيها مشكلة بسلاسة. طبعا قبل ما نقفل الدرج بنجهز المجرى بتاع الدرج، دي أجزاء حامل الدرج، الرف العلوي والأجناب. هنعمل مجرى سمكه كده 12 ملي وداخل في الخشب ب 8 ملي. هنعمل المجرى بالطريقة العادية على الراوتر، طبعا ممكن نركب حامل درج حديد بس أنا حبيت أخلي الرف كله من الخشب. نبدأ بقى اللزق، نغري كويس جدا ونمسك الشغل كله بالكلمبات أو المسكات. قبل ما ينشف بقى نعمل واجهة الدرج، قطعتين خشب مهوجني نلزقهم في بعض ونسيبهم ينشفوا. ونبدأ بقى نركب باقي أجزاء الدرج، جنبين وظهر وقاعدة، يعني الطريقة العادية لعمل درج. ونركب بعد كده واجهة الدرج المهوجني ونمسكه بالمسكات ونسيبه ينشف. نيجي بقى نثبت واجهة الدرج في باقي أجزاء الدرج، هنعملها بطريقة تدي شكل ومنظر حلو. هنخرم الأول بطول نص سمك واجهة الدرج، بعد كده بنخرم عادي بالمسمار ونركب المسمار. نحط شوية غيرة وخشبة مدورة بالمنظر ده ونسيبها تنشف. بعد ما تنشف نقص زيادة ونصنفر مكانها، هتدينا شكل ممتاز واختلاف في الألوان. ده كده حامل الدرج، ودي المجاري اللي احنا حفرناها، وده الدرج بعد ما ركبنا فيه خشبتين يكونوا حامل له جوه المجرى. الحقيقه ان شكل الدرج من بره ما طلعش زي ما انا كنت عايزه، عشان كده هنركب قطعتين خشب في الجنب ونعمل بواحده ثالثه ايد للدرج ونركبهم مكانهم بالشكل ده، ونسيبهم برده شويه ينشفوا. نمسح بقى الشغل كله كويس من بواقي النشارة عشان نبدأ ندهن ورنيش الفينيش. هندهن بفرشة ناعمة لحد ما نوصل لتغطية كاملة بتلمع. بعد ما نشف الرف نركب بقى الحامل اللي هيتعلق بيه على الحيطة ونثبته كويس، 3 حوامل على الأقل. طبعا هنستعمل مسمار مع فيشر لتثبيته في الحيطة، مسمار محترم طبعا. بعد كده وقبل ما نعلق الرف ممكن نستعمل شوية شمع عشان ننعم حركة الدرج. هندهن شوية شمع على الدرج وعلى الأجناب اللي بيمشي جواها. بس يا سيدي كده خلص الرف، حط بقى اللي انت عايزه عليه واستخدمه بالطريقة اللي تناسب ذوقك ورغباتك. هسيبكم كالعادة مع الصور اللي أتمنى انها تعجبكم. العادة بقى اللي مش قادرين نبطلها إننا مش هنطلب منكم الاشتراك في القناة إلا لو الفيديو عجبكم، وبرضو مش هوصيكم على اللايك والشير، وإن شاء الله نتقابل على خير. سلام عليكم.